بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحظ الكريم، مشاهدينا متابعينا الأعزاء، سعد الله صباحكم وجميع أوقاتكم بالخير والمسرات. بدأنا بانطلاقة جديدة من منافسات وانطلاقات هذا المهرجان والثالث أيام هذا المهرجان الكبير والحفل المثير بانطلاقات مهرجان الأمير الوالد ومنافساته وحضور الشعارات والأسماء الكبيرة المتواجدة على أرضية ميدان التحدي. لنبدأ بالنداء مع دائرة الأسماء الخمسة المتقدمة وأول المراكز. مياس على المركز الأول، سيف السلطان بن منصور المنصور يقدم لنا الشدي شعاره مع المركز الاول. ثاني المراكز التواجد حفلنا الكريم من قبل المجازف راشد بن علي بن خليل بن عبد الله الرميثي، والمركز الثالث حامل الرقم ثلاثة يا لحلات الصدف الصالي وسالم بن محمد بن علي النابت المري، ورابع المراكز يتواجد الذيب محمد بن خويتم بن بخيت بن خويتم العامري يتسلل شعاره الى المركز الثالث ليصل على ثالث المراكز. رابعا يتواجد كما اسلفت الصالي لسالم محمد بن علي النابت المري، وخامس المراكز اللي متذري ذي شعبي ايضا قعود بالنابت ينطلق من الجانب الايمن ليتواجد بهذه اللحظات شمعة دان سهيل بن سعيد بن حمد بن حمرور العامري ينطلق شعاره مع المركز الخامس. هذا هو النداء الأول للأسماء الخمسة الأولى مع هذا الملتقى الجميل ومع سن اللقاية ومنافسات اللقاية. لنتابع خلف الخمس أسماء ما بعد حان تواجدها بالنداء، نترقب قدوم الأسماء لتحلو المنافسة والانطلاقات نحو الناموس ونحو سيارة هذا الشوط. نساب بترول ستيشن تي 2 هي الجائزة المقدمة من اللجنة المنظمة، ومن المركز الثاني حتى العاشر جوائز نقدية ثمينة. إذا نتمنى التوفيق لجميع الأخوان المشاركين والمتواجدين على أرضية ميدان التحدي. أعود إلى الصدارة لنتابع تحديات المقدمة. المركز الأول هنالك الانطلاق والتقدم من الذيب، من غير مجريات الشوط ينطلق الذيب، ولكنني أرى أيضا أمور الصدارة بدأت تتغير مع انطلاقة نايف اللي وصل لأول ندى. نايف لعيد بن عبد الله بن عيد الصياح المنصور يقدم لنا شعاره مع الصدارة مع المقدمة. المركز الثاني، المركز الثاني التواجد من قبل اعجاب علي بن راشد محمد القراع النعيمي على المركز الثاني. ثالث المراكز غير شعار النعيمي للمركز الاول. ثاني المراكز اتابع مشاهدينا الكرام شعار الهاملي ينطلق على ثاني التحديات ليتواجد مع الاسماء المتقدمه والشعارات الحاضره ليتسلل ايضا الى الصداره لينطلق على اول المراكز. الذيب لمحمد بن راشد محمد بن حي الهاملي يتواجد شعاره على مقدمة هذا الشوط لينطلق مع الصدارة مع المقدمة ومع الذيب اللي بدأ يكشر بأنيابه بهذه اللحظات ليقود الأسماء ليسيطر على المقدمة والصدارة. المركز الثاني التواجد من أحجاب علي بن راشد بن محمد القراع النعيمي على ثاني المراكز. ثالث التحديات أتابع نايف عيد بن عبد الله بن عيد الصياح المنصور سوري رابعا للسنة المركز الثالث يتواجد بهذه اللحظات يحضر الباهر او هذا اللهب سالم محمد بن سالمين المزروع المركز الرابع. التواجد من قبل احجاب علي بن راشد محمد النعيمي المركز الخامس يصل على خامس المراكز لأول ندى الشامخ. سهيب بن سلم بن قزول بن حمرور العامري ينطلق مع تجاوز لافتة 1500 متر 1500 متر. خلاص أمور هذا الشوط بدأت تشتد بهذه اللحظات مع هذه الانطلاقة. بدأوا أيضا المضمرين يعطون الأوامر أو شبه الأوامر عبر الجهاز اللاسلكي. لنتابع انطلاقات منافسات سرعة اللقاية انطلاقات
الأسماء، أعود إلى الصدارة، أعود إلى الذيب، الذيب على المركز الأول، الذيب على الصدارة، الذيب المحمد بن راشد بن محمد بن حي الهاملي يقدم لنا شعاره على المركز الأول وعلى الصدارة والمقدمة. المركز الرابع، الله، وتابع من تسلم المركز الرابع إلى الثالث إلى الثاني، القدوم من قبل سلهود أو هذا نايف، وصل نايف، عيد بن عبد الله بن عيد بصياح المنصوري يبحث بصياح عن النجاح في هذا الاختبار الحقيقي في هذه المنافسة المثيرة. ولكن الذيب، الذيب على الصدارة، الذيب على المقدمة، نايف على المركز الثاني، المركز الثالث. وصل مشاهدينا الكرام، تقدم لهب سالم بن محمد السالمين المزروع ليتسلل المركز الأول، لا بينطلق مع الصدارة مع المقدمة مع مقدمة هذا الشوط ليحظى على الناموس على التتويج. ولكن تابع المركز الثاني، ما زال نايف، نايف على الصدارة على المركز الثاني، يبحث عن الصدارة، يبحث عن التتويج، يبحث عن السيارة. المنافسة الثنائية ما بين نايف وما بين أيضا المنطلق لهب، لهب ونايف، نايف ولهب، اللحظات الأخيرة، اللحظات الحاسمة. ولكن لهب، لهب على الصدارة، لهب على المقدمة، فاز لهب في هذا الشوط، انطلق مع التتويج الثاني. والتبريكات لسالم محمد بن سالمين المزروعي، من فاز معنا بهذه الانطلاقة ومن توج مع هذه المسيرة. الثاني لك يا مالك لهب على هذا الفوز المستحق، ولحظة صرخة مع الفوز والناموس المركز الثاني. وصل نايف العيد بن عبد الله بن عيد صياح المنصور المركز الثالث، الشامخ لسهيل بن سالم بن قزو بن حمر العامر المركز الرابع. وصل مشاهدينا الكرام حفشان لمحمد ومطر بن زايد من جديد المنصور المركز الخامس. كان الوصول من قبل شاهين علي بن غدير بن عبيد بن علي الاكتبي. إذا مشاهدينا الكرام متابعينا الأعزاء، تابعنا وشاهدنا المنافسة التي دارت ما بين الأسماء وما بين الشعارات، وحضر لها في ناموس هذا الشوط لنتابع التوقيت الزمني ولحظة وصول الخط النهائي مع الفوز انه 7:46 خمس الزمن الثانية. الثاني التبريكات لمالك لهب على هذا الفوز المستحق، سالم محمد السالمين مزروع المركز الثاني. كان الوصول من قبل ثاني المراكز اللي هو النايف 7:49 بدون اي جزء من الثاني. ثاني التبريكات لمالك نايف عيد بن عبد الله بن عيد بصياح المنصور المركز الثالث. كان الوصول مشاهدي الكرام من قبل الشامخ 7:49 7 جزء من الثاني. ثاني التبريكات لمالك الشامخ سهيل بن سلم بن قزول العامري.